السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم فيديو جديد، واليوم نلعب ونبلوك سكاي بلوك. قبل ما نبدأ بالفيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ويلا على الفيديو. أول شيء طبعا يا جماعة في عنا هدول خرائط، شلون بدنا نفتحهم؟ اكتبوا لي بالتعليقات إذا تعرفوا، لأني أريدهم أعمل عليهم فيديوهات. ما بعرف شلون بدي أفتحهم. هلا خلينا نفوت على ون بلوك. طبعا يا جماعة رجعت على سلسلتنا الجميلة هالشجرة اللطيفة كبرانة. ايه هون تبعت مصطفى، راح نكمل السلسلة بدون مصطفى. مصطفى راح عن السلسلة. اي شو اللي كبست هاي تبعت التصوير؟ خلينا نشيلها تبعت التصوير الشاشة. وهذا بدي طريقة اخليه يروح من عندي. اريده يروح. حطوا لايك واشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس مشان يوصلكم كل شي جديد. خلينا ناخذ البيكاكس مكسر. هاي دايموند. طبعا يا جماعة قولوا لي المشكلة، ما بطلع لي دايموند، بس قولوا لي المشكلة. لا يا خيبي يا اجانا واحد لطيف ما بقتل، لطيف وما بقتل. وعندي افتح الشنطة، وين الصندوق الثاني؟ وين الصندوق؟ لا احط هون اغراض اغراض، كل الاغراض راح احطهم هون على اللي مو لازماتني. ولا لا ديرت لازم دي تخت، عندنا التخت بنحطه هلا هون مكان هاي. بس جميل بننام والله نمنا ما طلعني. ايش بدك مني انت؟ عطلك رفتين كتاب. طيب صندوق اغراضنا بتال، حط عنا السيف الاحتياطي. لا حط شغلاتنا الاحتياطية بس. طبعا يا جماعة هلا بدنا نحط شو اسمه، نطلع من الجيم شوي. ون بلوك سكاي بلوك. هاي بدي ارفع، هاي شلون بدي ارفع؟ مشكلة ما تنرفع. رجعنا على سلسلتنا العزيزة. هلأ خلينا نكمل بيكاكس سلسلتنا الجميلة. يا جماعة إذا بدكم يعني أكمل على هاي السلسلة ونخلصها كلها ونختم الماينكرافت على ون بلوك واحد، حطوا لنا اللايك، فجروا لي زر اللايك. بنزل فيديوهات جديدة عم تطلعني 12 لايك. جولد الجولد بالبيكاكس اكس لا بالبيك، يلا بالبيكاكس ما راح تطلع. اوه ايش هاي؟ ايش طلع لي؟ طلع لي سكك. ايش بدي منه؟ هلا انا جوعان شي؟ جوعان. كمل تكسير. ايش هاي؟ سلايم. وي سلايم شلون يتكسر؟ بالعكس لا مو بالسيف، مو بالسيف. هذا السلايم شلون يتكسر؟ ياه
هاي لافا اكلو اريد مويه فورا نروح نجمع والله طلعت لافا ناخذ الشمع طبعا خلونا نشوف البوكيت شلون ينعمل ما بدي احط عليهم المي اذا حطيت عليهم هلا المي راح يصير ايش اسمه مو اوبسيديان ايش كان اسمه هذا اللي بنعمل فيه مواد الاند ادري ندر ولا الاند شيل هاي شوف بو كيت بوكيت شلون نعملها هيك هيك على كل حال ايش بنعمل نعمل ايش اسمه حجر عنا حجر دقيقة شوي عنا ولا لا دقيقة كان عندي حجر كان عندي حجر بس متت راح اضطر اكب علي المي اضطريت المي وحط المي بالصندوق ونبروكس في ساعة بروك بروك يا سلام كسر 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 طبعا بكسره وبرجع لكم مرت سنة كاملة وانا عم بكسرها وبالغلط كسرت كمان وحدة قلت اعمل مع المتابعين الماي لازم تضل معي 24 ساعة حطها هون ايش بدي احطها يلا بكسرها وبرجع لكم بعد سنة بكسرها وبرجع لكم بعد سنة طبعا انا بقول بكسرها بالفيديو الجاي خلينا اعمل هلا المساحة اكبرها بس نكبر المساحة لا هاي ما تصير هديك ما تصير ما عندي خشب خشب ما في هون ما عندي هلا شوف 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 كريبر كريبر سلا كنا بالماينكرافت كريبر هاي صرت معكم بنهاية الفيديو اتمنى عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل شي جديد وحطوا لي لايك اذا عجبكم هالبطبوط واذا ما عجبكم حطوا اذا عجبكم حطوا وإذا عجبكم حطوا اشتراك وإذا ما عجبكم حطوا اشتراك وطبعا بدنا 5 مشتركين حتى نوصل 50 أتمنى كل واحد يشترك بالقناة حتى نوصل 50 فمع السلامة باي